السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا قبل كم يوم أحد المتابعين طلب من عندي أصور لمن أنظف المحمية، فهاليوم راح أنظف المحمية وأصور لكم طريقة التنظيف. طبعا أول شيء أنظف الأقفاص، أسحب هذه التكامش مال الأقفاص أنظفها، وبعدها أرش شوية مي بالأرضية لأن هذه تعرفون تراب عندي حتى لا يصير غبرة وطوز وهيك شغلات، وأبدأ بالتنظيف. فخلي حاليا أنظف الأقفاص وبعدها إن شاء الله أنظف الأرضية. حاليا كملت التنظيف، طبعا انظف نص المحمية تقريبا واحول الاقفاص هناك وبعدين اكمل هذه الجهة. هذه دائما طريقتي بالتنظيف، والاقفاص مثل ما شفتوا نظفتها. لو كان الجو حار كان هذه الصيانة الجو الاقفاص كلها اغسلها، بس حاليا تعرفون الجو شوية بعد برد يعني ورطوبة، اذا اغسلها ممكن شوية تاخذ وقت حتى تنشف، فما اغسلها حاليا، بس انظف الاوساخ اللي بيها وارجعها بالقفص. طبعا البارحة اتصل بي اخونا ابو امين، هو هم من احد المتابعين وهم صديقي، فاتصل بي ونبهني على شغلة مهمة. مرات اني اجيب، اذا تعرفون كشور هذه مال البرتقال او غير شيء، واعطيهم. فنبهني على شغلة مهمة، قال لي هذه الشغلات لما يزرعوها سواء البرتقال غيرها، يعني دائما الخضروات اللي بيها قشور او كذا نجيبها للارانب. قال لي لما يزرعوها، فتعرفون هذه اول شيء ينطوها مواد كيميائية حتى شوية الزرع بسرعة ينمو، هذه الشغلة الاولى. والشغلة الثانية قال لي يرشون مبيدات، لان اذا صار حشرات او شيء تعرفون تاكل الاوراق وكذا ممكن تأذي النباتات، فيرشون مبيدات. فهذه الاوراق ضروري تنغسل، طبعا انا دائما اغسلها، يعني قبل مره جبت لهم غسلتها وكان الجو مطر زتيتهم بالمطر الى ان انغسلوا يعني، وبعدين نشفتهم بالشمس. فالافضل حتى هذه الاوراق والشغلات اللي يجيبها للارانب
يغسلها وينظفها ويشمسها قبل ما يعطيها للأرانب، لأن إذا بيفرد مواد راشين عليه مبيد مال الحشرات أو شيء ويأكلوا الأرانب احتمال يسمم عندك الأرانب أو يضر الأرانب. وصارت يعني حالات، هو قال لي أكو واحد أهم من أصدقائه يعني مربي أرانب، جايب لهم ما أعرف حشيش أو شغلات يعني هم راشين مبيدات عليه ومنطيهم، فالصبح جاي ميت عنده عدد كثير من الأرانب. يعني هو مربي وعنده كمية أرانب كثيرة، فميت عنده عدد كبير من الأرانب بسبب الأكل، يعني ما أخذ أرنب على البيطري ما أعرف مشرحه أو شيء. المهم البيطري قال له هذا تسمم، فصاير عندهم تسمم بسبب الأكل. فالأفضل الأكل اللي تجيبه للأرانب سواء ورقيات أو غير شيء ينغسل بشكل مضبوط ويتشمس على الشمس، والأفضل تغسله بمي وخل، شوية خلي خل على المي وتغسله بمي وخل، راح يتعقم ويتنظف بالكامل، وبعدها تنشفه وتنطيه للأرانب حتى تتفادى الأمراض وتتفادى التسمم. لا يتسممون عندك الأرانب. عندي الطيور البارحة تفاجأت ماتت عندي الطيارة البادجي اللي خليتها مع هذا، طبعا إذا شفتوا بالفيديو السابق ما بيها أي شيء وتتحرك طبيعي. الصبح جيت بالقفص ما تقدر تتحرك، نازلة بالأسفل، طبعا بس طلعتها برا المحمية دا أشوف إيش بيها إيش ما بيها. ماتت الطيارة، ولما شريتها تكرمون نزل من عندها سهال، يعني صار عندها سهال لونه أصفر، سهال قوي مائي ما اعرف شنو مشكلة الظهر، اكو فرد مرض او شيء يعني. اللي قبلها ماتوا والصغار مالها، والبارحة ماتت الطائرة، فهذا خليته وحده لان احتمال ممكن يعني هم صاير بيه نفس المرض او العدوى، خليه بوحده حاليا اخاف لا بعدين يطلع بيه فرد مرض او شيء. فالبادجي هذول ماتوا الفراخ وماتت بعدين امهم، خلينا نقول مثلا اكو او مرض او شيء، وقبلها مات ابوهم انتم تعرفون، يعني بس هذا القفص الوحيد مال البادجي اللي صار عندي بيه مشاكل. هناك كانوا بالقفص مات الفحل وبعدين ماتوا الغار واخر شيء ماتت الطيره. بس الشغله اللي حيرتني انه جاوا فينش مات واحد من الصغار وهو بداخل العش، يعني هذول عندي ثلاثه بالداخل تفاجات واحد من عندهم ميت، يعني هو بداخل العش ميت، وبالرغم من انه حتى العش مالهم اني نظفته حاليا، هاي الفضلات مالهم جديده اذا تشوفون، كان قبل بي اوساخ وكذا، طلعته العش نزلته ونظفته بالكامل ورجعته. فالبارحه هم جيت يعني انا دائما مرات يعني بالاسبوع مرتين او مره على الاقل اتفقد الاعشاش خصوصا لما عندي افراخ، ففتحت العش مالهم شفت واحد ميت بنصهم، طبعا طلعته حتى جسمه بعده حار بس ما ماكل، يعني شفته مبين عليه ضعيف ما ماكل. فهل امه وابوه ما كانوا يطعموه او هو تمرض ما كان يقدر ياكل ما اعرف. فهذا هم مات الحمد لله على كل حال، والعوض على الله. طبعا هم قبل كم يوم واحد من المتابعين كتب لي بالتعليقات يقول لي صاير عندك مقبرة شوف لك حل. طبعا الارانب صحيح قبل مات عندي بكثره، بس من حولتهم بهذه المحميه حاليا الحمد لله، يعني بس بموجه البرد ماتوا عندي ثلاثه ما اعرف اربعه، كان الجو بارد حيل، وحاليا الحمد لله من زمان هذول باقين عندي ما بيهم اي شيء، وان شاء الله ما راح يموت شيء منهم بعد. بالنسبه للطيور صحيح ماتوا عندي طيور، بس العدد من الطيور اللي مات عندي انعد على صاره، يعني شيء قليل جدا ماتوا عندي طيور ما مثل الارانب. واللي ماتوا يعني اكثرهم ما بين عليهم اعراض، عدا عندي مره واحد من الفناجس صار عنده خمول وكذا وعزلته بعدها مات، اما البقيه يعني الطيره هذه اللي ماتت ما كان بها اي اعراض وتتحرك طبيعي وتاكل فجاه وصاير عندها سهال قوي وماتت. واذا تتذكرون بالفيديوهات القديمه طبعا انا جبت مره طوز من البيطري يعني كوقايه بفيتامينات، ومن ضمنها بي خلط لي هم طوز، يعني اذا قال لي اذا اكو شيء بالامعاء ديدان او شيء قاتل للديدان، يعني خلط لي ثلاث مكونات بوقتها البيطري كوقايه، يعني اخلي لهم بالمي كل اسبوع او 10 ايام اخلي لهم بالمي. طبعا حتى وصيت البيطري قلت له اني ممكن اخليه بالمي يعني ثلاث ايام اربعه حتى ابدل المي، يعني اذا بقى فتره طويله قال لي كل شيء ما عليه، فاني حتى بالمي مخلي لهم وقايه للطيور. ومن عدا الوقايه حتى كالسيوم جبت لهم حبوب كالسيوم، لان حاليا انا هذول الاقفاص كلهم ما مخلي لهم عظم حبار، فحبوب كالسيوم اطحنها واخليها
بالمي، يعني المي مالهم بيه علاجات، بيه شغلات وقاية، وحتى كالسيوم من ضمنها بالمي مالهم موجود. عندي هذا الطير اذا تشوفون يا جماعة دائما مثل يرجف يهز الجنحاء ماله، عاد تشوفون هذا صار له يومين او ثلاثة لاحظت عليه هذه الشغلة، ما اعرف شنو مشكلته، عاد تشوفون. فاللي يعرف شنو المشكلة خليه يكتب لنا بالتعليقات، هل هذا الشيء طبيعي اللي بيفرد خلل حيسوي هذه الحركة؟ هذا الفحل صار له يومين او ثلاثة لاحظت عليه هذا الشيء، انه دائما يرف بالجنحان ماله، ومرات تشوفه عبالك يعني ما مستقر على المجتمع. السمانة البارحة باضت اول بيضة، هاي البيضة هناك طبعا صار لهم فترة طويلة تعرفون بالمحمية ما كانوا يبيضون، لان انا قلت لكم ما مداريهم بالاكل، كنت اخليهم على الدخن والشغلات اللي تقع بالقاع من باقي الطيور من ياكلون يقع اكل السمان يصفون ياكلون من عنده، بس حاليا خليت لهم بروتين فصار لهم كم يوم من عزلتهم بهذا القفص. تعرفون البارحة ما شاء الله ضاضت الطيرة اول بيضة، هاي البيضة مالها هناك، بعدين ان شاء الله هم ارتب هذه الخانه لهم ارتبها بعد اكثر، واحتمال اخلي فرد كرتون او شيء جواهم حتى ياخذون راحتهم بعد اكثر. باقي الطيور كلهم موجودين والحمد لله كل امورهم تمام. هذول الجولدن والبنغالي فينيش والكوكتيل كلهم الحمد لله ما بيهم شيء، والحمام والفناجس. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم، وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.